مرحبا بكم. قرابة الثلاث ساعات تفصل منتخبنا على ضربة البداية الماتشو الثاني في الكان ضد موريتانيا. كل الأخبار تفاصيل التشكيلة المحتملة حتى التو في انتظار الإعلان عليها بصفة رسمية. كل التفاصيل جمعنا مع بعضنا الخاص محمد علي العرفي مباشرة من مدينة لمبي. دالي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي. مرحبا بالناس اللي سمعوا فينا الكل. إذا كما قلت تقريبا أقل من ثلاثة ساعات تفصل المنتخب الوطني التونسي على المباراة الهامة أمام المنتخب الموريتاني، مباراة الجولة الثانية من المجموعة السادسة، المباراة اللي مطالب فيها نصور قرطاج بتحقيق الانتصار باش يبقوا في سباق التأهل إلى الدور القادم. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في المباراة هذه، من المنتظر وأنه في حراسة المرمى يكون موجود البشير بن سعيد، في المحور بلال العيفة ومنتصر الطالبي، على يسار الدفاع علي معلول، وعلى يمين الدفاع ممكن نلقاو حمزة المخلوسي بعد ما كانت تنية متجهة لدى المنظر الكبير لتشريك علي العابدي، في وسط الميدان أو غيلان الشعلالي ياس السخيري وأنيس بن سليمان، وفي الهجوم سيف الدين الخاوي وهبي الخزري وسيف الدين الجزيري. نذكر فهمي وأنه الاتحاد الإفريقي كان عين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا لإدارة هذا اللقاء، يساعدوا كل من محمود أبو الرجال، أحمد حسين محمود معروف و أحمد الغندور. شكرا لك محمد علي العرفي مباشرة من لمبي، وين بتكون شاء الله من بعد معك المتابعة لماتش تونس موريتانيا. حاليا ثم 7 دقائق لعب في ماتش مالي غامبيا، همنا برشا الماتش هذا لأنه في مجموعة المنتخب التونسي. نذكر غامبيا ربحت ماتشها الأول على حساب موريتانيا 1-0، والمباراة هذه تتلعب حاليا في ملعب مدينة لمبي. حالة الميدان متوسطة ولات سيئة شوية مقارنة بحالته اللي رناها في الجولة الأولى وقت اللي لعبت تونس أمام مالي. على كل الخمسة كما قلنا تونس موريتانيا، أيضا في نفس التوقيت الخمسة الكوت ديفوار سيراليون، ماتش هذا من مجموعة الجزائر، والجزائر تلعب مع الثمانية متاع الليل ضد غينيا الاستوائية. نادي شبيبة القبيل الجزائري أعلن عن عودة لاعبه الجزائري سليم بوخنشوش بعد فسخ عقده بالتراضي مع النجم الرياضي الساحلي. وبوخنشوش ينضاف لقائمة المغادرين متاع للنجم في الفترة هذه، كما زوز جزائريين أخرين بوعلام المصمودي طيب مزياني غادروا، وأيضا الليبي عبدالله ديكو. بعض المواعيد مع 7:30 اليوم كاس السوبر الإسباني في السعودية، يجمع أتلتيكو بلباو ضد الريال مدريد. في إنجلترا ماضي 3 وستهام يتواجه ليدز يونايتد، أيضا لنفس التوقيت ليفربول برنتفورد. في إيطاليا مباراة مشوقة بين ساسولو وفيرونا، تقريبا 80 دقيقة لعب، أسبقية فيرونا 3-2 بعد ما كانت فيرونا متقدمة في الشوط الأول 2-0. ماضي 3 فينيتسيا إمبولي، 6 روما كاليري، والتسعة غرباء أتلانتا تواجه الإنتر. كملوا بخبر وفاة الوجه الرياضي المعروف المسؤول المعروف السيد علي حرزلة، الأب الروحي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، رئيس سابق للجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا رئيس الاتحاد العربي رحمه الله الفقيد، رزق أهله وذوي جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزيكا فام بونيت.